اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله هناخد ليسونز 47 و48 اللي بعنوان ريليت البريمتر اند الاريا. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل جدا، هنشوف فيه مجموعه اشكال والاشكال دي زي بعض في الارياز ونشوف البريمتر بتاعهم عامل ايه. طيب نيجي نشوف اول ليرنينج بوينت. الليرنينج بوينت بعنوان سيم اريا ديفرنت بريمتر، يعني ممكن يكون عندي اشكال لها نفس الاريا لكن البريمتر مختلف. نيجي نبص على الاكزامبل ده. انا عندي امجد عايز يزرع حوض، الحوض ده فيه ازهار، وعايز يعمل الحوض ده 12 سكوير مترز، يعني يعملوا كده الاريا 12، وبعد كده ال 12 سكوير مترز دول عايز يعمل حواليهم ايه؟ حواليهم سور. السور ده لما هيجي يتعمل هيعمله بالخشب كده، فلو البريمتر كبير هو هيحتاج خشب كتير، ولو البريمتر قليل هيحتاج خشب ايه؟ قليل. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ يبقى هو عايز يجيب نفس الاريا بس يكون ليها اقل بريمتر عشان ما يتكلفش ويجيب خشب كتير، هيدفع فلوس طبعا اكتر. طيب نيجي نبص كده على الجريد دي عشان الصورة توضح اكتر. ادي الارض بتاعت ايه؟ بتاعت امجد. لو امجد فكر ان يعمل حوض الزرع كده، ادي كده ايه 12 سكوير مترز، عمل 1 رو وحط السكوير مترز في 1 رو. لما نيجي نبص على البريمتر هنا، البريمتر عباره عن ايه؟ السايد ده بلس السايد ده بلس ده بلس ده، يبقى 1 بلس 12 بلس 1 بلس 12 يديني كام؟ 26 لينس يونتس، يبقى السور كله 26. طب هو لو عمله كده بقى، لو جه حوض الزرع عمله كده، عمل كده 2 وعمل كده 6، يبقى البريمتر كام؟ ادي كده 2 وادي كده 6 وادي كده 2 وادي كده 6. 2 بلس 6 بلس 2 بلس 6 يديني 16، يبقى نفس الاريا اهو. يبقى احنا هنتفق مع بعضينا، ممكن يكون عندي نفس الاريا لكن البريمتر مختلف. طب مش كده وبس، ده لو هو خدهم بالشكل ده وعمل كده 3 وكده 4، يبقى كلهم كام جوه؟ كلهم برضو 12، لكن البريمتر كام؟ 3 بلس 4 بلس 3 بلس 4 يديني كام؟ يديني 14. يبقى هو لما يجي يحسب يعمل دي ولا دي ولا دي، هو عايز يعمل سور والسور ده يبقى صغير، يبقى يختار اي شكل من دول؟ يختار طبعا الشكل ده عشان السور اللي هيتعمل حواليه هيبقى سور صغير ومش هيكلفه كتير. يبقى احنا ايه اللي شايفينه هنا؟ شايفين نفس الاريا لكن البريمترز مختلفة. طيب هتسألوني سؤال، ازاي يا مستر البريمتر بيختلف؟ ازاي ده كبير وازاي ده صغير وازاي ده اصغر منه؟ لما نيجي نبص هنا نلاقي ان السكوير يونت ده مفيش حاجة تحتيه، لكن السكوير يونت ده في حاجة ايه؟ تحتيه. يعني السايد ده مش هنحسبه معانا اصلا، ده دخل جوه الايه؟ جوه حوض الزرع، والسايد ده مش هنحسبه لان التو سكوير يونتس دول لازقين في بعض، يبقى انا في سايد مش هحسبه. يبقى كل السكوير يونتس لما احطها في روز، كل لما اكتر الروز السايدز دي مش هحسبها. السايدز دي مش هحسبها فين؟ في الشغل بتاعي، ومش هحسب السايد ده كمان، ومش هحسب ده ومش هحسب ده، هنحسب اللي بره بس لكن مش هنحسب دول. يبقى علشان نقلل البريمتر نكتر من عدد الروز في الاريا بتاعتنا. يبقى امجد علشان يعمل الجنينه بتاعته ويعمل اقل سور لازم يختار اقل بريمتر، اللي هو كان الريكتانجل اللي السايدز بتاعته كام؟ 3 و4. يبقى نستفيد ايه من الحكايه دي؟ ان انا لو عندي اكتر من ريكتانجل ليهم نفس الاريا لازم هنلاقي البريمتر بيختلف. طيب نيجي نشوف التشيك الجميل ده. بيقول لي درو two rectangles have an area of 16. Then find the perimeter of each rectangle. نعمل ايه عشان نكون rectangle من 16؟ الفاكتورز بتاعت ال 16 عبارة عن ايه؟ عندي 1 times 16 وعندي ال 2 times ال 8 وعندي ال 4 times مين؟ ال 4، دول الفاكتور بيرز. طيب 1 times 16 ده هيبقى كبير قوي مش هينفع نرسمه هنا. يبقى احنا ممكن نرسم 2 تايمز 8 ونرسم 4 تايمز الايه؟ ال 4. نيجي نرسم ال 2 تايمز ال 8، يعني ال 8 هنكررها مرتين، ادي كده 1 2 3 4 5 6
7 and 8. نعمل كمان 8 تحت هنا كده عشان نكملهم ايه؟ عشان نكملهم 16. يبقى انا عندي دي كده اهي ودي كده اهي. يبقى هنا 2 وهنا 8. يبقى البريمتر عندي عبارة عن ايه؟ وهنا برضو 2 وهنا 8. يبقى البريمتر 2 بلس ال 8 بلس ال 2 بلس ال 8. 2 بلس 8 10 و2 بلس 8 10 يديني كام؟ 20 meters. ما نقولش سكوير meters، انا بحسب الايه؟ البريمتر. طيب نيجي نشوف لو هنعملها 4 تايمز 4. ادي هنا كده 4 اهو، وننزل كده 4. دول برضو كام؟ 16. ادي كده 1 2 3 اند 4. هنكرر ال 4 دي قد ايه؟ 4 تايمز. يبقى كلهم كام؟ يعملوا 16. يبقى هنا 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4. الاريا طبعا هنا زي هنا بالظبط. طب البريمتر هنا كام؟ البريمتر هنا 4 بلس ال 4 بلس ال 4 بلس ال 4 يديني كام؟ يديني 16 meters. يبقى ايه اللي احنا شايفينه؟ على الرغم من ان الاريا زي بعضها لكن البريمتر بيختلف. ولما يكون الشكل عندي فيه عدد الروس كتيره بنلاقي دايما البريمتر ايه؟ قليل. في حاجه تانيه مهمه قوي يا اولاد، لو انا عندي ريكتانجل وعندي سكوير والاتنين ليهم نفس الاريا، يبقى على طول السكوير لازم يكون ليه اقل بريمتر. خلاص، يبقى الريكتانجل والسكوير لو الاتنين ليهم نفس الاريا دايما بيبقى السكوير اقل في البريمتر بتاعه. نيجي نشوف البراكتس ده بيقول لي ايه. يقول لي find the area and the perimeter of the drawn rectangle، اللي هو الريكتانجل ده. Then draw another rectangle with the same area but a different perimeter in each grid and calculate it. طيب انا عندي هنا الاريا قد ايه؟ ادي 1 2 3 4 5، هنا كده 5 وهنا كام؟ 1 2 3 4 وهنا كده 4. الاريا عندي هت equal 4 تايمز ال 5 اللي هي هتديني كام؟ هتديني 20 سكوير يونس. طب البريمتر عندي هي equal كام؟ 4 بلس 5 وهنا عندي 4 وهنا عندي 5. يبقى 4 بلس ال 5 بلس ال 4 بلس ال 5. 5 و 5 يديني 10 و 4 و 4 8. يبقى 10 بلس 8 ايكوال كام؟ ايكوال 18. 18 ايه بقى؟ لينث يونت. يعني اللينث ده اللي هو ده 1 2 3 4 طالما مش قايل لي سنتيمتر بنكتب كده لينث يونت. طيب احنا عايزين كده نرسم ريكتانجل هنا الاريا بتاعته كام؟ 20. وانا عندي هنا 4 تايمز ال 5. عايزين نرسم انذر ريكتانجل يديني 20 وما يكونش 4 تايمز ال 5. نعملها ازاي؟ نقول كده ال 20 ممكن نجيبها ازاي؟ 1 تايمز 20 وايه تاني؟ 2 تايمز 10 وايه تاني؟ 4 تايمز الايه؟ ال 5. خلاص يبقى دي موجوده، يبقى ناخد مين؟ 2 تايمز الايه؟ ال 10. نيجي هنا اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى نعمل دي كده كده عملنا 10 يونتس وادي انذر 10 يونتس. يبقى الاريا عندي هنا كام؟ 20 سكوير يونتس. طيب البريمتر انا عندي هنا 2 وعندي هنا كده 10 وعندي هنا 2 وعندي هنا 10. يبقى البريمتر 2 بلس 10 بلس 2 بلس 10 يديني 24 لينس يونتس. اوكي، طيب ليه ده؟ ليه الزن ده؟ عشان ده فيه روز كتيره.
كل ما يكون في عدد كتير من الروز نلاقي البريمتر بتاعه اقل. ده في جاست تو روز يبقى معنى كده هيكون البريمتر بتاعه ايه اكتر. يبقى زي ما احنا شايفين عندي اريا قد الاريا بالظبط لكن البريمتر هنا اقل من البريمتر هنا. نيجي اللي بعديها. الاريا عندي عباره عن ايه؟ ده كده 4 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5 and 6. يبقى الاريا 4 تايمز ال 6 اللي هي 24 سكوير يونتس. طب والبريمتر هيبقى 4 بلس ال 6 بلس ال 4 بلس ال 6. 4 و 6 10 وعندي 4 و 6 انذر 10 يبقى البريمتر عندي 20 لينس يونتس. اوكي ان هو مش قال لي سنتيمتر، لو كان قال لي ده كده يا اولاد سنتيمتر كنا هنقول له ان دي 20 سنتيمترز. طب يلا عايزين بقى انذر ريكتانجل ويكون برضو الاريا بتاعته 24، نعمل ايه؟ نشوف كده ال 24 مين الفاكتور بيرز بتاعتها؟ 1 تايمز 24 و2 تايمز ال 6 و3 تايمز ال 8 و4 تايمز ال 6. دي متاخده هنا يبقى احنا ناخد 3 تايمز ال 8. يلا ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ده 8 نعمل منه كام رو؟ 3 روز عشان يبقى 3 تايمز ال 8. نعمل الثيرد رو يبقى ده عندي 3 تايمز الايه؟ تايمز ال 8. ليهم نفس الاريا ولا لا؟ نفس الاريا بالظبط عشان ال 3 تايمز ال 8 هيديني 24 سكوير يونتس. طيب مين البريمتر بتاعه هيبقى اقل؟ ده كده 20. ده هيبقى اكتر ولا اقل؟ هيبقى اكتر. ليه؟ عشان عدد الروز بتاعته اقل من عدد الروز هنا. كل ما تكون عدد الروز كتيره كل ما يبقى البريمتر بتاعه ايه؟ اقل. يبقى هنا هيبقى 3 بلس ال 8 بلس ال 3 بلس ال 8 اللي هي هتدينا 22 لينس يونتس. اوكي؟ يبقى احنا ايه اللي شايفينه؟ نفس الاريا لكن البريمتر مختلف. يلا اللي بعد كده. هنا عندي الاريا قد ايه؟ هنا 2 وهنا 4 يبقى ال 2 تايمز ال 4 ايكوال 8 سكوير يونتس. طيب البريمتر هيبقى 2 بلس ال 4 بلس ال 2 بلس ال 4 اللي هو 12 لينس يونتس. عايزين نرسم انذر ريكتانجل 8 سكوير يونتس اللي هو ايه؟ اللي هو ده. نعمله 1 تايمز 8 على طول. كده 4 كده 5 كده 6 كده 7 كده 8. يبقى هنا 1 وهنا ايه؟ وهنا 8 وهنا 1 وهنا 8. الاريا بتاعته اللي هي 1 تايمز ال 8 تديني برضو 8 سكوير يونتس. طب البريمتر 1 بلس ال 8 بلس ال 1 بلس ال 8 اللي هي كام؟ اللي هي 18 لينس يونتس. وزي ما انتم شايفين يا اولاد طالما في عدد الروز اكتر يبقى لازم يكون البريمتر بتاعه اقل من ده. الاكسرسايز ده بيقول لي درو 4 ديفرنت ريكتانجلز ويز ان اريا 24 سكوير يونتس زين كومبليت ذا تيبل بيلو وذا فيرست وان از دان فور يو. يعني هو عامل لي كده واحد اهو منهم عامل لي ريكتانجل طويل 1 رو تايمز 24 وادي التيبل يقول لي اول ريكتانجل الويدز بتاعه اللي هو الدايمنشن الصغير 1 واللينس اللي هو الدايمنشن الكبير 24 الاريا 1 تايمز 24 يديني 24 والبريمتر هيبقى ايه؟ هيبقى 1 بلس 24 بلس 1 بلس 24 اداني 50. طيب نفكر فيهم ازاي؟ نجيب الفاكتور بيرز بتاعت ال 24، ال 24 اهي. مين هي الفاكتور بيرز بتاعتها؟ 1 تايمز 24 ومين تاني؟ 2 تايمز 12 ومين تاني؟
3 تايمز ال 8 و 4 تايمز الايه ال 6. يبقى كل دول عبارة عن ريكتانجلز الاريا بتاعتهم كام؟ 24، ولكن هيكون لهم بيريمتر مختلف. طيب مين الشاطر اللي هيقول لي انهي واحد في دول هيبقى البيريمتر بتاعه قليل؟ برافو عليكم، هيبقى الريكتانجل ده. ليه؟ عشان فيه عدد الروز كتير، اللي هم كام؟ اللي هم 4. طيب يلا كده نرسمهم، نعمل 2 تايمز 12، ناخد هنا كده 2 اهو، ناخد هنا كده 2، ادي كده 1 وادي كده 2. نعدهم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى نلون دول كده من اول هنا. كده احنا عملنا 12 سكوير يونتس. نعمل انذر 12. يبقى انا عندي هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 12 وهنا 2 وهنا ايه؟ 12. البريمتر بتاعه ايكوال ايه؟ هيبقى 2 بلس 12 بلس 2 بلس 12 اللي هي كام؟ 2 بلس 12 يديني 14 و2 بلس 12 يديني 14، 14 بلس 14 يديني 28. يبقى انا عندي هنا الريكتانجل الثاني الويدز عندي 2 واللينث عندي 12 والاريا لازم تكون 24 والبريمتر زي ما طلعناه طلع كام؟ 28. كل ما بنزود الويدز او عدد الروز بنلاقي البريمتر بتاعه بيقل. نيجي اللي بعد كده 3 تايمز ال 8، نعمل كده 3 وناخد 8 بقى كده 2 3 4 5 6 7 and 8. اكرر بقى كل دول. هنا 3 وهنا 8 وهنا 3 وهنا 8. يبقى انا عندي البريمتر 3 بلس ال 8 بلس ال 3 بلس ال 8 يديني كام؟ يديني 22 لينس يونتس. يبقى نيجي نعملها في التيبل. يبقى انا عندي هنا 3 وهنا 8 وهنا الاريا زي ما هي 24. البريمتر بقى هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. ليه؟ عشان الويدز زاد. كل ما الويدز يبقى قريب من اللينس لازم البريمتر عندي يقل. طلعناه بكام؟ طلعناه ب 22. واللي بعديه لازم يبقى اقل، اللي بعديه اللي هو هيبقى الويدز 4 واللينس 6، هيبقى عندي الاريا زي ما هي برضو. يلا نشوف هيطلع البريمتر كام. ناخد كده 4 ادي كده 1 2 3 اند 4 وناخد كده 6 كده 2 3 4 5 and 6. يبقى انا عندي كده 4 وكده ال 6 وكده 4 وكده ال 6. البريمتر يديني ايه؟ 4 بلس ال 6 بلس ال 4 بلس ال 6 يديني كام؟ 4 و 6 10، 4 و 6 10 يديني 20 لينس يونتس. يبقى البريمتر عندي هنا كام؟ 20 لينس يونتس. طيب الاكسرسايز ده يا اولاد جميل جدا، نستفيد منه ايه؟ كل ما يبقى الويدز واللينس قريبين من بعض لازم البريمتر يبقى قليل. وما ننساش ممكن يكون عندي ريكتانجلز ليهم نفس الارياز لكن لازم البريمتر بتاعهم هيكون مختلف.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. نيجي نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي ايه. بيقول لي يوز يور جيومتريك تولز تو درو تو ديفرنت ريكتانجلز ويز ان اريا اوف 10 سكوير سنتيمترز ذن فايند ذا بريمتر اوف ايتش وان. عايزين نرسم ريكتانجلز الاريا بتاعتها 10. طب الفاكتور بيرز بتاعت ال 10 ايه؟ ال 10 الفاكتور بيرز بتاعتها 1 تايمز ال 10 او 2 تايمز الايه؟ ال 5. يبقى احنا هنيجي نرسم ريكتانجل 1 تايمز الايه؟ ال 10. نعمل ايه؟ نيجي بالرولر بتاعتنا نقف هنا كده وناخد 10 سنتيمترز نوصل لحد هنا، وبعد كده ننزل كده 1 سنتيمتر وكده 1 سنتيمتر ونقفل بعد كده دي ايه؟ دي كده. يبقى ده كده 1 وده كده 10 وده كده 1 وده 10. نستعمل ايه؟ نستعمل الرولر بتاعتنا. اوكي؟ ونيجي هنا استعمل ايه لما اجي هنا؟ اجيب التريانجل بتاعنا الصغير، التريانجل الصغير اجي البيس بتاعته احطها هنا كده ويبقى في سايد، السايد ده اجي عند اول النقطه دي واخد منه ايه؟ 1 سنتيمتر عشان اضمن ان الفيرتكس دي كده تيجي بالظبط كده، ويبقى قد دي كده، ودي تبقى برضك فيرتكس مظبوطه ودي فيرتكس مظبوطه. طيب هنا هو بيسالني بيقول لي السايد لينسز ار ايه وايه؟ السايد لينسز هو ريكتانجل ليه سايدز؟ اه ليه تو سايدز، احنا اتفقنا ده بنسميه ويدز عشان هو الصغير، والكبير بنسميه اللينس. يبقى السايد لينسز ار 1 اند ايه؟ اند 10. طب البريمتر كام بقى؟ طبعا الاريا 10، البريمتر هيبقى 1 بلس 10 بلس 1 بلس 10 اللي هو هيديني 22 سنتيمترز. نكتب كده سي ام ليه؟ عشان هو ايه اللي سنتيمترز، يبقى هنا 20 ايه؟ 22. نيجي نشوف الريكتانجل الثاني اللي هو 2 تايمز 5. نعمل ايه؟ نعمل كده 5 بالرولر بتاعتنا، يبقى دي كده 5 سنتيمترز. نيجي هنا نحط الزيرو ونمشي على الرولر لحد ما اوصل لحد ال 5 وناخد كده 2 وناخد كده 2 وبعد كده ايه؟ نقفل الريكتانجل بتاعنا. ال 2 دي نعملها ازاي؟ نيجي بالريكتانجل بتاعنا احط البيس بتاعته كده وبالجنب اللي نازل كده اخد عليه ايه؟ اخد عليه 2. يبقى 2 5 و 2 وايه؟ و 5. يبقى انا السايد لينسز ار 2 اند ايه؟ اند 5. يبقى انا عندي البريمتر هيبقى 2 بلس ال 5 بلس ال 2 بلس ال 5 هيديني 14 سنتيمتر. يبقى ده ايه؟ 14. وزي ما انتم شايفين طالما الويدز واللينس قريبين من بعض لازم يبقى البريمتر قليل. طيب نيجي هنا في التشالنج اللي تحتيه بيقول لي مريم ميد ا فريم اوف بيكتشر ويز ا بريمتر اوف 18 سنتيمتر اند ان اريا اوف 20 سكوير سنتيمتر وات ار ذا لينسز اوف ذا سايدز. وبيقول لي درو ا فيجر تو شو يور ايه انسر. طب احنا الاول نعمل ايه؟ ناخد الاريا دي نجيب لها الفاكتور بيرز. انا عندي ال 20 ممكن تكون كام؟ 1 تايمز 20 و 2 تايمز 10 و 4 تايمز الايه؟ ال 5. لو 1 تايمز 20 يبقى البريمتر عباره عن 1 بلس 20 بلس 1 بلس 20 تديني كام؟ تديني 42. طبعا لا، هو بيقول لي عايز ايه؟ عايز 18. طيب لو 2 تايمز 10 يبقى البريمتر ايه؟ هيبقى 2 بلس 10 بلس 2 بلس 10 يديني كام؟ يديني 24 سنتيمترز، هو عايز 18. طب يلا نشوف 4 تايمز 5 البريمتر بتاعها ايه؟ هيبقى 4 بلس ال 5 بلس ال 4 بلس ال 5 اللي هو هيديني فعلا 18 سنتيمترز. يلا نرسمها. ادي كده 1 2 3 and 4. ناخد كده 5 كده 2 4 and 5. يبقى دي كده 4 وادي 5 وادي 4 وادي 5. نيجي بقى نشوف دول كده، ادي كده 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى فعلا لما يكون السايد لينسز ار 4 اند 5
فعلا يكون البريمتر عندي 18. تعالوا مع بعضينا نشوف another learning point مهم قوي. same perimeter different area، يعني لو عندي rectangles ليهم نفس البريمتر الاريا لازم تكون ايه؟ لازم تكون مختلفة. يعني هنا بيقول لي ايه؟ شادي عايز يعمل براويز يحط فيها ثلاث صور، والبراويز دي كلها لازم تكون البريمتر بتاعها 18 سنتيمتر، بس ايه مختلفة؟ يعني عمل ريكتانجل كده هنا 2 هنا 7، يبقى 2 بلس 7 بلس 2 بلس 7 يديني 18، وعمل برواز تاني هنا 3 وهنا 6 البريمتر بتاعه برضو 18، وعمل برواز تالت 4 و 5 البريمتر بتاعه ايه؟ 18. عايزين نعرف بقى الاريا هنا قد هنا قد هنا زي ما البريمتر بتاعهم كلهم واحد ولا الاريا مختلفة؟ تعالوا نشوف. لو انا عندي الفريم 2 و7، الاريا عندي كام؟ 2 × 7 = 14. ولو انا عندي الفريم 3 و6، الاريا بتاعته 3 × 6 = 18. ولو انا عندي الفريم 4 و5، الاريا عندي بتبقى كام؟ بتبقى 20. يبقى ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي، لو انا عندي ريكتانجلز والريكتانجلز دي مختلفين في الدايمنشنز بس كلهم ليهم نفس البريمتر، يبقى هنلاقي الاريا زمالها لازم هنلاقيها كلها مختلفة. يبقى شادي needs a different number of square centimeters of glass، يبقى هو علشان يحط الازاز في البراويز ديت هيحتاج لكل فريم او لكل برواز عدد مختلف عن الايه؟ عن التاني. نيجي نشوف البراكتس ده، بيقول لي find the area and the perimeter of the drawn rectangle then draw another rectangle with the same perimeter but a different area in each grid and calculate it. طيب نيجي نبص هنا الاريا عندي كام؟ ده هنا عندي 2 وهنا عندي 6، يبقى 2 × 6 عبارة عن 12 سكوير يونتس. طب البريمتر 2 + 6 + 2 + 6 يديني 8 بلس 2 10 بلس 6 16، يبقى 16 لينس يونتس. عايزين ايه بقى؟ نعمل هنا برضو ريكتانجل 16. نفكر فيها ازاي عشان اعمل ريكتانجل 16؟ دي هتبقى صعبة شوية، انا لازم اجرب. لو خدنا مثلا هنا 3 1 2 3، يبقى لازم اخد الناحية التانية 3، يبقى كده 6، يبقى كام يونت لينس؟ انا كده خدت 6 فضل لي 10 نقسمها ازاي؟ 5 فوق و 5 تحت، يبقى احنا ممكن نعملها كده. يبقى الريكتانجل التاني يبقى كده بالظبط. يبقى كده 3 وكده ايه؟ وكده 5. وهنا برضو 3 وهنا 5. لما نيجي نبص البريمتر 3 بلس ال5 بلس ال3 بلس ال5 يديني كام؟ يديني 16 لينس يونتس. طيب الاريا بتاعتي 3 × 5 يديني كام؟ يديني 15 سكوير يونتس. يبقى زي ما احنا شايفين لو البريمتر عندي قد البريمتر لازم الاريا تكون مختلفه. يلا اللي بعد كده، الاريا عندي هنا كام؟ هنا 1 2 3 وهنا 1 2 3 4، يبقى الاريا عندي 3 × 4 12 سكوير يونتس. البريمتر 3 + 4 + 3 + 4 اللي هي هتيكوال معانا 14 لينس يونتس. يلا نعمل انذر ريكتانجل. لما اجي اعمل ريكتانجل هنا بقى بلاش نقول 4 و3، لان 4 و3 هيطلع نفس البريمتر ونفس الايه؟ ونفس الاريا. لا، لازم اغير السايدز عن ال 4 وال 3، تمام؟ لان انا لو خدت هنا 4 وهنا 3 اللينس برضو 4 والويدز 3، وهنا برضك اللينس 4 والويدز 3، يبقى انا ما غيرتش.
طب يلا نجيب ال 14 ازاي؟ لو عملت هنا 2 وهنا 2 يبقى انا خدت من ال 14 4 يونتس، يتبقى 10 يونتس نقسمهم ايه؟ 5 و5. يبقى ممكن اعمل كده 2، هنا اعمل 2 وهنا اعمل 5، 1 2 3 4 5 وانزل كده انظر 2 وهنا يبقى 5، 1 2 3 4 اند 5. يبقى هو ده الريكتانجل اللي البريمتر بتاعه هيبقى كام؟ هيبقى 14 لينس يونتس. يبقى البريمتر 2 بلس ال 5 بلس ال 2 بلس ال 5 يدينا 14 لينس يونتس. طب والاريا؟ هيبقى 2 تايمز ال 5، يبقى 2 تايمز ال 5 يديني 10 سكوير يونتس. احنا عايزين نعرف ايه من الاكسرسايز ده؟ عايزين نعرف لو عندي البريمترز قد بعضها والشكلين مختلفين لازم الاريا تكون مختلفة. وقبل كده كنا قلنا لو الاريا قد بعضها لازم البريمترز تكون مختلفة. ما ينفعش ابدا تو ريكتانجلز مختلفين في الدايمنشنز يبقى الاريا هنا قد هنا والبريمتر هنا قد هنا، ما ينفعش ابدا. نيجي اللي بعد كده، هنا الاريا كام؟ انا عندي هنا 1 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و9. يبقى الاريا 1 تايمز ال 9 اللي هي 9 سكوير يونتس. طب البريمتر بتاعي 1 بلس ال 9 بلس 1 بلس مين؟ ال 9 اللي هي 20 لينس يونتس. طيب عايزين نرسم هنا ريكتانجل توين، نعمل ايه؟ طب ما تيجي ناخد مثلا لو خدت 4 يونتس يبقى هاخد قدامها 4 يونتس، 4 و 4 8 يبقى انا خدت من ال 20 كام يونتس؟ 8. يبقى كام؟ 12. نقسم ال 12 على 2، سايد هنا وسايد هنا. ال 12 لما اجي اقسمهم على 2 سايدز يطلع كل واحد كام؟ 6. يبقى انا ممكن اعمل سايد 4 ادي كده 1 2 3 اند 4 وناخد هنا 6، 1 2 3 4 5 اند 6 وناخد هنا 4 وناخد هنا انذر 6. يبقى الريكتانجل ده هنلاقي البريمتر بتاعه كام؟ هنلاقيه برضو 20 بس لازم هنلاقي الاريا مختلفه. يبقى احنا هنا خدنا 4 وخدنا هنا ايه؟ 6. يبقى البريمتر 4 بلس 6 بلس 4 بلس 6 اللي هي كام؟ اللي هي 20 لينس يونتس. بس هل الاريا زي بعض؟ يلا نشوف. هنا 4 تايمز ال 6 يديني 24 سكوير يونتس. هنا كان كام؟ هنا كان 9 سكوير يونتس. يبقى هنا البريمتر هنا قد البريمتر هنا لكن الارياز مختلفه. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي use your geometric tools to draw different rectangles with a perimeter of 22 then find the area of each one. يلا نيجي هنا. طيب عشان نعمل بريمتر 22 نعمل ايه؟ نفرض مثلا ان انا هاخد السايد ده 3 وهيبقى السايد اللي قدامه كام؟ 3. يبقى انا كده ال 22 اللي هم 22 يونتس هشيل منهم كام؟ هشيل منهم 6 اللي هم دول. يبقى 22 ماينس 6 يديني كام؟ 2 ماينس 6 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 2 يبقى هنا 1 ويبقى دي 12. 12 ماينس يديني كام؟ يديني ال 6 وال 1 ينزل يبقى 16. ال 16 يونتس دول هيبقوا هنا وهنا يبقى لازم نعمل لهم ديفايدد 2. يبقى ايه هو الفاكتور اللي مع ال 2 يديني 16؟ 2 تايمز 8. يبقى هنعمل هنا 8 ونعمل هنا ايه؟ 8. يبقى هنعمل هنا كده 8 وهننزل كده 3 بالرولر بتاعتنا وكده 3 وبعد كده نقفل ده كده ايه بالرولر بتاعتنا نقفل 8. يبقى هنا السايد لينسز عندي مين ومين؟ هيبقى عندي 3 اند ال 8. الاريا هيبقى 3 تايمز ال 8 تبقى 20 ايه؟ 24. طب عايزين نعمل واحد تاني نجرب ناخد 4. لو انا خدت كده هنا 4 وهنا 4 يبقى كام للسايد ده وللسايد ده؟ نعمل كده 22 ماينس ال 8 22 يونتس يديني كام؟ 2 ماينس 8 ما ينفعش، نبور 1 من ال 2 تبقى 1 وال 2 تبقى 12. 12 ماينس ال 8 يديني 4 وننزل ال 1. ال 14 دول المفروض ان انا هقسمهم على 2 سايدز اللي فوق واللي تحت قد بعض بالظبط. طالما هقسمهم على 2 سايدز زي بعض بالظبط يبقى نشوف ال 14 عباره عن 2 تايمز ايه؟ الفاكتورز بتاعت ال 14 اللي فيها 2 2 تايمز 7. يبقى نعمل هنا 7 ونعمل هنا 7. نيجي بالرولر نعمل كده
وننزل كده 4 وننزل كده انذر 4 وبعد كده نقفل ايه؟ نقفل ده كده. يبقى هو ده الريكتانجل اللي الدايمنشنز بتاعته 4 اند 7. هنلاقي البريمتر بتاعه برضو كام؟ 22. بس الاريا عندي هنا ايه؟ هيبقى 4 تايمز 7 از 28. يلا نشوف التشالنج ده. يقول لي فايند الميسنج سايد لينث ان ذا اوبوزيت ريكتانجل. يقول لي هو ايه؟ ريكتانجل ومديني السايد ده ب 6، يبقى السايد ده برضو بكام؟ ب 6. يبقى فاضل كام لينث يونتس للتو سايدز دول؟ ال 6 وال 6 يديني 12. يبقى انا عندي 20 ماينس الايه؟ ال 12 هتيكوال كام؟ هتيكوال 8. يبقى السايد ده والسايد ده الاثنين مع بعض 8، يبقى كل واحد كام؟ يبقى هنشوف ال 8 دي عباره عن 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 4. يبقى ده يبقى 4 وده يبقى ايه؟ يبقى 4. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الليسون اللي بيتكلم عن العلاقات ما بين البريمترز والارياز. ايه هي العلاقه ما بينهم؟ لو انا عندي ريكتانجلز الدايمنشنز بتاعتها مختلفه، ممكن الاريا تبقى زي بعض لكن مستحيل ابدا يبقى البريمتر زي بعض. والعكس، لو انا عندي ريكتانجلز الدايمنشنز بتاعتها مختلفه، ممكن يكون البريمترز زي بعض لكن مستحيل ابدا يبقى الاريا زي بعض. يعني ما ينفعش ابدا تو ريكتانجلز ليهم دايمنشنز مختلفه يكون ليهم نفس الاريا ونفس البريمتر، لازم حاجه منهم تختلف. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.